السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخوت. كما العادة احنا في السوق ديال كانت مراطة. مرحبا بكم كل حد وخميس. الاخ عبد اللطيف يقول كلمة ديالو. صحيا موالع كاملين ومرحبا بكم عنا. اتمينا كما كنقول لكم دائما جد مناسبة. كانت تعاون متحدين شي بعضين على الاتمينة. لقشت الثمن في السوق الاخوان ماشي هو ديال المحل. لقشت ما كتخلص كرا ما كتخلص ما كتخلص ضوء. والاخ عبد اللطيف راه بيدو عنده محل يعني في نفس الوقت يعني كنبغيو نروجو السوق السلام. يعني الاتمينة اللي كنعملو كنبغيو نروجو بها السوق. في نفس الوقت كنبغيو نخدمو واحد كنكبروا الولاعه في طنجة. يعني هادشي اللي كاين فهمتي. وكاين تبارك الله معنا تحياتي اخوان بزاف هنا ماشي حنا تحياتي كلوا معنا تحياتي ونصور لكم كنعاود نشوفكم يلا مرحبا تحياتي للجميع. تحيه للدراري كازا. تحيه خويا عادي تبارك الله على عادي الفلوق. عادي الفلوق عنده شي القناه ديالو عادي الفلوق. عادي الفلوق تحيه نعادل وتحيه ودانيه. تحيه ودانيه جمالك 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 جمال تبارك الله الاخ راه فين هو مورا. تحيه للدراري اللي كيشجعونا من كازا وكيشجعوا السوق تبارك الله عليهم. زعما الدراري في المستوى وكيعجبهم السوق يكون في المستوى ديال طنجة. قناه نافذه القلب والدراري تبارك الله قوة الولاعه والله العظيم. اخي اللي كيبغيو السوق يزيد من قدامك كاين بعد منهم الله يهديهم كيبغيو يحاربوا السوق ما عرفناش علاش هذوك. لا حول ولا قوه الا بالله ما نقدروش نهضروا عليهم. خليهم منهم مولاهم. تحياتي انا الخص اللهم بارك محمد تعاود. انا لا بغا موقنين يجاو 800 درهم 100 درهم الرباخه الرباخه يلا اللي بغى انا مرحبا به. تحياتي فانا الخص انا اللهم بارك سيباراسيونات الخير موجود تبارك الله. سيباراسيونات ديور كذلك بيروش كالقصيد المهم الخير موجود. الرئيس بخير مزيان الله يحفظك. انا كثير وش الله معي ذلك. هذه كوبلة عند أخ عبد الله تكنا يا كذلك كالبسي تعالج معي الله معي ذلك. الزبرة كبير وش كذلك معي عاتين الكوبلة معي عدو باقنش نابر شوية. انا الخوص عاوز معي كوبلة كنا اذكر هذا عاتين الله معي ذلك كامار كذلك عاود الخوص. بيروش مخلط هنايا فكما قلت لكم الخوت هذه هنايا كاينه كوبلا انا اللهم بارك كما كتشوفوا. هنايا كاينه الحميمة تعاود اللهم بارك انا الحميمة عاوتاني ما شاء الله خيلينسي عادي اللهم بارك كيار خيلينسي بلانكواع تبارك الله انا اللهم بارك اللهم بارك في نسيا هذا الكناري وقيلة اللهم بارك في الخبز فيهم فحال الشغل دري في المساعد عرفتي غير اللهم بارك في نسيا هذا كاين هنايا ولاد بياسة اللهم بارك الزبرات دين سيوا واجدة عاوتاني انا الخص اللهم بارك كامر عاود انا اللهم بارك كامر باقي عاد نجي للاخ عبد اللطيف كيجيبو شي واحد المحل انا اللهم بارك ماكلة تعاود بالانواع. راه الاخ عبد اللطيف عندهم محل كما كنقول لكم يعني كل حد اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا قال لكم النمره ديالو في فيديو. وراه عندهم محل في مغوغه الخوت لوازم الحمام ماكلة الحمام كل شيء عنده سماك انا اللهم بارك. انا شوف هذيك فريخه تشري
نصور لكم الخط تشوفوا ممكن الناس عاود سينوما مقامي. قلنا بعد الاثمنه هاد خيلين سي قول لي بعدا يا داد البيض سير سير من هنايا وسين الماج هادو صبيانوس حري ها شحال ديالهم هادوك؟ هادوك 300 درهم خيلين سي خيلين سي شي حاجه في المستوى 200 درهم والثمن جد مناسب ها هذا الاخ عبد الله اللهم بارك جمالك جمال أتمينة جد مناسب هان الله 600 درهم ما شاء الله كنا هذا مخلط خيلين خينيس 250 درهم 250 درهم اللهم بارك هذه النانتة ديال كناري كناري ها اللي عرفت دابا هذه 500 درهم كتبقى 400 درهم هذا الكيوار ديالها كيبانو في حري فين يوسي يعني. لا كناري يوسي اللهم بارك 300 درهم كاروسة ركاز هذا شحال هذا هذا عام 300 درهم هذا 400 درهم اه خير مول انا كالو بسيطه خو شحال وصلت كالو بسيطه هذاك تكيور عامل 300 درهم وبيروش انتوما انتوما عارفين بيروش الثمن ديال سيباراسيون اخاي عبدو 175 انا سيباراسيون 175 اللي بغى شي حاجه شي كرتونه مرحبا خوت انا مع الاخ عيسى كلمه ديالو عاوتاني الحمام عيسى مشهور بالحمام خيرات ديالو عيسى الاخ عيسى والاثمنه مناسبه الخوت وراه عنده واحد قناه عيسى بالوما دخلوا عنده الخوت انا بالوماس انا ننزل لكم القناه ديالو الخوت داكشي اللي كاين الاخ عيسى تحياتي تحياتي خي تحياتي اخي الله يحفظك الله يحفظك انا الخيس عندنا يا لا والو انا الخص عنده هنا يا البركه ديالو عاوتاني سمارج فيردو كذلك الحمام الخص الخيس ديما حاضر في السوق هنايا الاخ ايوب عاود عنده القفيزات انا اللهم بارك الخوت خي ايوب تحياتي انا خي الزفر عاوتاني اللهم بارك المهم الاثمنه الخوت كما كنقولوا جد مناسبه انا اللهم بارك عاود كامار عنده كامار عنده بيروش بيروش كما كتشوفوا الالبينو اللاتينو العادي المهم الاثمنه في المتناول كامار عاوتاني اللهم بارك الزفرات انا اللهم بارك الماكله عاود مخلطه المهم الخير كامل تبارك الله انا انا الخوت هذه الحلوه ديال البيروش الحلوه ديال الكنار البيطات المهم جميع اللوازم عند الاخ ايوب كل خميس وحد في السوق الخوت يعني الدراري اللي سقساوني راه كل خميس وحد في السوق الاخ ايوب وتحياتي ليزانس كما كتشوفوا هنايا عاوتاني كذلك ومثال كنار الزبرة تعاودني اللهم بارك ما شاء الله عنده الخير موجود تبارك الله هنايا انا الخوت كما كتشوفوا كذلك بيروش عاود كوبلات هنايا عنده انا الخوت كوبلات نقيين انا اللهم بارك كذلك بيروش باقي عنده الخير تبارك الله هنايا انا الخوت اللهم بارك الاثمنه مناسبه عند الاخ ايوب فمرحبا بكم في السوق الخوت هذا هو الاخ ايوب تحياتي خي ايوب شي كلمه من شي كلمه للناس في السوق اخوان اللي بغى شي حاجه مرحبا به الاثمنه جد مناسبه واخا توقع منا اشاعات كنقولوا حنا اجيو السوق اجيو للواقع وسقسيو شنو كاين هادشي اللي كاين مرحبا به حنا كاملين الهدف ديالنا وتشجعوا الناس في السوق وتولعوا بنادم راه ايوب راه موالع قدامي من الناس بدايات باغيين نحيوا قول له ما ايوب في الايام الدماحه اللي الله يا اخي باش ما يقولوش هذا ما جيو
وحنا اللي اسسنا كاسابا راه الداخل كان باقي راه هو والاخ ديالو هذاك الله يعاد لنا عنده تحياتي خي ايوب الله يحفظك الله يرضى عليك الله يرحم ولدك مرخص اللهم بارك. هذه اضافه للسوق كذلك هذا الاخ ديال الصديق ديالنا والاخ عبد الداري اللهم بارك. المهم مشاركه انتم كتشوفوا الخوت تحيه ليلو بيدو عندهم محل يعني الاخ عبد الباري كما كتعرفوا في جهه الرامبونت الشعبي ديال سيدي ادريس راه تما عندهم محل الخوت. المهم اللهم بارك هنايا الطويرات حاضرين ماكله الحمام الخوت اللهم بارك بياسس نقيقيين الزبرة كذلك واحد جد ديك جد بياسس خصك عاد تجبدهم تعملهم في القفص الخوت كامر كذلك عاود اللهم بارك الزبرة عاود الخوت انا يذكروا نتوما. المهم الاثمنة مناسبة الخوت اللهم بارك كاين الطيسان هادو ديال بيروش البرارك ديال بيروش هادو هما اللي كنخدم بهم اصدقائي كاين اللي نعاود كاين شي بياسات هنا ديال الكرة اللهم بارك شحال كيبقى هاد البياسات هادو هاداك ديالي هاداك ماشي ديالي 25 دوار بحال اللي كيقولو من المهرج شي حاجة هايدة اللهم بارك المهم الاسمين اولي محمد بخير وهاد السيد هذا وفين هو الرسولي هذا الرسولي كما كتعرفوا المحيحل ديالو عاود بيدو راه عندهم محل ها هو حاضر ناظر في السوق عاود كيشجع حتى هو السوق كيجي يتسوق عاود لعجباتو شي بياسه وتحياتي للخوت كامل